استنكر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، والتي آخرها هدم ونبش القبور الجماعية في مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة. وأكد الغول أن الانتهاكات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء الطبي تعكس همجية كيان الاحتلال، وتؤكد بالدليل القاطع ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، منتقدا في الوقت نفسه مواصلة واشنطن دعمها لإسرائيل في ظل الإثباتات والأدلة الموثقة لجرائم الاحتلال في غزة. وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وقال وزير الدفاع الأمريكي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن زيارته تأتي لإيصال رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد روسيا الآن وفي المستقبل.